السادس نصر الله كان يا مكان احتكى الله في كل مكان احتكى المغرب الحكايات يجمع الروات والراويات من كل بلادات يحكي وحكاية زمان كل اللغات كلها عبارة ومعنات حتى كان شهر زاد صحت الهمة والمقام تطرز الكلام وتفك العقدة من اللسان وبالحكمة والقوال ربت الأجيال حاكت زربية من ألف ليلة وليلة محبوكة بألف حيلة وحيلة وبلسان الحكايات بنات الأمام وصنعت الحضارات نشيد أمجادها في مغرب اللقاءات لقاءات رؤية جديدة بالتراث. مستمرين معكم مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهدتنا الأعزاء في الليلة الختامية اللي هي ختامها طبعا مسك. يقال أن كل وراء رجل عديم امرأة ووراء مهرجان الحكايات امرأة عديمة. تتواجد بجانب أستاذة إن أقول الأم ديالي ولا الأم لكل الحكواتين. فخور جدا أنني أقف بجانبك أستاذة العديمة وإن أقول أمي وأقبل على رأسك. ونحن مباشرة مع المستمعين ومستمعاتنا. استاذه غادي نخلي لك الكلمه لانك لا تحتاجين لسؤال ولا تحتاجين اكيد للتحدث معك، ولكن ساقول لك ما هو تقييمك على هذه الدوره هذه ديال 16 دوره الناجحه بكل المقاييس استاذ العزة؟ اولا اجدد لكم الشكر لراديو أتبير على مواكبتها الدائمة منذ سنوات لمهرجان الدولي مغرب الحكايات، وأريد أن أوجه من خلال راديو أتبير لخالص التحيات لسكان المناطق الجنوبية الأمازيغية قراصن أزول في اللون، كما أوجه الشكر الخالص لكم على دعمكم المتواصل و يعني تغطيتكم لهذه التظاهرة التي أصبحت محطة وموسم الرواة بامتياز. كما لاحظتم هذا المهرجان في دورته السادسة يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي ينظم بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وبشراكة مع ولاية الرباط سلا القنيطرة. وطبعا الهدف منه هو كيف يمكن إعادة الاعتبار للرواية الشفوية أو لمهنة الراوي. المغرب يتميز منذ عن باقي الدول بكونه لا زال يحتفظ بأصالته ويحتفظ بفن الحلقة كما نجدها في جامع الفناء وساحة باب سيدي عبد الوهاب بوجدة وساحة الهديم بمكناس وبجلود بفاس وساحات أخرى من مناطق مختلفة. الهدف منه هو أنه طبعا بعد غزو العولمة أصبحنا نرى بأن مهنة الراوي بدأت تتلاشى، وخاصة أنه في هذه الساحات العمومية بدأ يملأها ضجيج والبائعون يعني الفنانون الآخرون، فبقي الراوي السارد الذي يتطلب نوعا من الإنصات يختفي شيئا فشيئا. مهرجان الدولي مغرب الحكايات دوره هو أن يعيد الاعتبار للرواية الشفوية من خلال إعادة الاعتبار للكنوز البشرية، للجدات، للرواة المحترفين، للفنانين المقتدرين الذين نسميهم نحن شيوخ الكلام. والجد في البيت هي شيخة الكلام، هي مدرسة إن عددناها عددنا شعبا طيب العراقي. وأنا أفتخر بكوني خريجة الجامعة الشعبية التي كانت عميدتها جدتي الحاجة نونوت بنت علال، والتي تعلمت من خلال حكايتها مبادئ وأخلاق. هذا المهرجان أيضا أصبح محطة ورسالة أيضا موجهة للحكومات سواء الوطنية والعربية أو الدولية يعني
بذل مجهودات جبارة وإعطاء الاعتبار لتراثهم الذي يعتبر كنز ويساهم في التنمية المستدامة. الآن لا نتكلم فقط عن الكنوز البيئية أو البترولية أو الغازية، أصبح الإنسان اليوم هو كنز بشري يساهم في التنمية. بالطبع أستاذتي العزيزة، ما بين الدورة 15 و16 شنو هو الحاجات اللي تغيروا وتزادوا؟ اليوم ضيف شرف في هذه الدورة هو أندونيسيا، جمهورية أندونيسيا، بحضور قوي متميز وبرواد متميزين، عدد الوفد يتعدى 34 شخص. هذا إن دل على شيء يدل على ثقة الدول الآن بمهرجان مغرب الحكايات والصيت الذي أصبح له خارج يعني الحدود المغربية، وأصبح الدول مجموعة من الدول يتمنون أن يشاركوا في هذه التظاهرة. ما تميز أيضا في هذه الدورة أننا استطعنا أن نستضيف رواة وأساتذة باحثين من مختلف القارات، يعني من إفريقيا، من آسيا، من دول الخليج والمشرق، من الأمريكيتين، من أوروبا، وطبعا من إفريقيا ومن دول مغاربية. هذا طبعا مناسبة أيضا لجعل الرواة يتعارفون مع بعضهم، بالإضافة إلى توثيق الروايات الشفوية التي تم روايتها خلال هذه 7 أيام و7 ليالي، وجعلها ضمن المخزون الذي يمكن أن يتناوله الباحثين في بحثهم بمختلف تخصصاتهم. ثم ما ميز أيضا هذه الدورة وأنه تكلم عن المرأة، كلمة للمرأة. المرأة يعني هي أولا الراوية، هي حافظة الذاكرة سواء في البيت أو خارج البيت. المرأة كانت هي الجدة أو الأم، من خلال حكايتها كانت تربي الأجيال، وكانت وهي أيضا صانعة الحضارات. هذه المرأة بحكايتها كانت تمرر عبر وقيم وتوجيهات. هي كانت كما قلت فيما سبق مدرسة يتتلمذ على يدها الطفل لكي يذهب إلى المدرسة النظامية، هي كانت المدرسة غير النظامية. ثم أيضا نحن سعداء أن نعلن في هذه الدورة بأن تايلاند هي التي ستكون ضيفة شرف الدورة المقبلة، يعني بطلب من سفارة جمهورية المملكة تايلاند. طبعا ونحن سعداء جدا أن تكون مملكة تايلاند هي ضيفة شرف في الدورة المقبلة. ميز أيضا هو الجمهور الكبير، لاحظتي بأنه واحد جمهور دائم وحاضر معنا يوميا، يعني في كل محطات وبكثافة جدا. الأسرة المغربية تواكب مهرجان مغرب الحكاية. هذا مهرجان أسري لا يتوجه فقط للطفل، وإنما يتوجه للشباب والأطفال وللنساء والجدات. أيضا فيه جوائز، جائزة أحسن راوي محترف، جائزة أحسن راوي طفل، وجائزة أحسن راوي شبابي، لأننا نشجع الشباب على استعمال الحكايات بطرق تقنية، يعني عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الهيب هوب أو عن طريق حديثة جدا تواكب العصر. نجاح بكل المقاييس أستاذتي الفضل، يعود لك ويعود الجنود والإدارة ديالك التي تشتغل برحب صدر أكيد، واقفة 24 ساعة على إنجاح هذه التظاهرة. هذا نجحنا في هذه المحطة ونجحنا باش نوصلوا المهرجان لهذا المستوى. الفضل يرجع لكم، يرجع للجمهور ولكم وللمشاركين الذين جاءونا من كل البلدان، وثقتكم هذه التي جعلت يعني أننا دائما نبقى مستمرين. وطبعا الثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعني نتمنى أن نكون عند حسن الظن، وأن نتمنى دائما أن نكون نحن في خدمة وطننا
وفي وجعل التراث يعني منتوج يساهم في التنمية. نسأل الله التوفيق لك أستاذي وكذلك لطاقمك. سؤال الأخير أسأله كما يسأله كل الأكاديريين على أن هذا المهرجان واش ما يمكنش نهار أنه يرجع ثاني للساحة ديال المدينة ديال أكادير؟ إن شاء الله طبعا الأكاديريين موجودين معنا في هذا المهرجان دائما منذ دورته الأولى في سنة 1996 بمدينة أكادير حيث تأسس هناك، والآن دائما الرواة والفنانين يأتون من أكادير من تيزنيت ومن زقورة ومن كل المناطق، لكن احنا طبعا الهدف ديالنا هو أننا هو نحن مغرب واحد، أظن أن وحدتنا في اختلافنا سواء كنا أمازيغ أو أندلسيين أو أفريقيين أو إسلاميين عربيين، ويعني جعلنا نتلاحم حول هذه الوحدة الوطنية التي تجعلنا نموت. لكن عشقي كبير وخير أكادير وجنوب المغربي علي كبير، فضلهم هو الذي أوصل نجم الطيطاي إلى ما أنا فيه، لأن ثقتهم كانت كبيرة فيه حيث فتحت لي الأبواب وعملت استجوابات ميدانية وجمعت أمثال وحكايات من المنازل ومن الأسر ابتداء من أكادير إلى حدود الصحراء المغربية. هذا نتمنى أن يعني أكون عند حسن ظنهم ومن خلالكم أوجه لهم تحية حب وتقدير وإجلال أمازيغنا النغمارة بالجنوب المغربي عاصمة أكادير، عاصمة الثقافة الأمازيغية وعاصمة الجهة الجنوبية بامتياز. اسمك ومقامك سيدتي أستاذتي راه كبير عندنا في أكادير ومعروف جدا جدا، والله العظيم هذه شهادة شهادة الحق أمامك أستاذتي. أنا ملي كنشوفكم أنتم كتجيو من أكادير وكتجيو لهنا كنحس بنوع من الإجلال والتقدير لكم، لأن أنتم عندكم ولاء وأنتم ناس اللي أعطيتموني كثير، ثقتم في المشروع ديالنا منذ بدايته وآمنتم معي ومعنا كاملين كمجموعة بحث بجامعة بن زهر وكجمعية لقاءات التربية والثقافة التي تأسست عندكم بأكادير، فهذا طبعا فضل كبير لن ننساه منكم ومن خلالكم من خلال راديو أتبير. وجه خالص لحب والتحية لكل سكان أكادير. شرف لنا أستاذتي ونحن معكم إن شاء الله في الدورات المقبلة، نسأل الله النجاح. أخير كلمة لك أستاذتي باش نختموا هذا اللقاء. إن شاء الله لقاؤنا في السنة المقبلة في الدورة 17، نتمنى أن تدعوا لنا بمزيد من التوفيق حتى نكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله. شكرا أستاذتي، شكرا أستاذتي، كانت معكم مباشرة هنا من ساحة الودية بالضبط بمدينة الرباط. نلتقي معكم إن شاء الله في موعد جديد إن شاء الله مع زميلي عبد الله قدود في إطار تغطيتنا.